المثال الثاني الموجود عندنا واحد ناقص 2x مضروب في 2x ناقص 7 هي تساوي الصفر. لاحظ أنه حاصل ضرب يعني حدين هو يساوي الصفر. هي معادلة من الدرجة الثانية، وهي عبارة عن حاصل ضرب حدين يساوي الصفر. فبالتالي أستطيع أن أقول، لأنه لا يمكن أن يكون حدين يساوي الصفر ما لم يكون أحدهما يساوي الصفر، لأنه ما يمكن تقول مثلا واحد ضرب واحد ينتجلك صفر أو واحد، لابد أن يكون واحد من العددين يساوي صفر. فبالتالي هنا لما أجي للحل مباشرة أنه عندك الواحد ناقص 2x يساوي الصفر، أو أنه الاثنين x ناقص 7 هو يساوي الصفر، لأنه أي حدين حاصل ضربهم لا يمكن يساوي الصفر إلا أحدهما يساوي الصفر. من هنا ينتج عندك لما نأتي نحل هذا الحد، اللي هي عبارة عن معادلة من الدرجة الأولى وعبارة عن معادلة خطية، من هنا ينتج عندنا سالب 2x ننقل واحد في الجهة الأخرى بإشارة مخالفة، من هنا ينتج عندنا اللي هو سالب الواحد، ومن هنا نقسم على سالب 2 كل الطرفين نحصل على x تساوي 1 على الاثنين. في الطرف الآخر اللي هو الموجود عندنا اللي هو 2x انقل 7 في الجهة الأخرى بإشارة مخالفة، فينتج عندك 2x تساوي 7، منها نقسم على 2 كلا الأطراف ينتج عندك الـ x هي تساوي 7 على 2. مجموعة الحل الموجودة عندنا هي عبارة عن نص وكذلك 7 على الاثنين. طيب تبى تتأكد أنه الحل صحيح سواء في المعادلة السابقة أو في هذه المعادلة، لابد أن تعوض بأحد الأعداد أو الأعدادين هذه حتى تشوف حلك هو صحيح أو لا. فلو عوضنا بالنص مثلا هنا سوف نحصل على واحد، واحد ناقص واحد هو بصفر، مضروب في أي عدد هنا هو يساوي الصفر. كذلك عندك 7 على 2، لو عوضت في أي عدد موجود هنا سوف تحصل على، لو عوضت في هذا الحد سوف تحصل على صفر، وضربه في أي عدد سوف تحصل على الصفر في هذا الحد.